قبل ما نخش في تفاصيل شغلك، انا خلينا نعرف بروفايل من عدل القيعي، يعني خلينا الناس برضو تعرف انت درستي ايه، انت يعني مش عندك كام سنه، بس الباك جراوند بتاعك ايه؟ هقول لك، انا درست ماس كوم وسايكولوجي، درست الاثنين، اعلام وعلم نفس في الجامعه الامريكيه. ومن الاول كنت متخيله ان انا هشتغل اكيد في حته الاعلانات بالذات، يعني ده كان تخصصي كمان في حته الاعلام، وغاوياها من زمان. بس برضو العلم النفس كان بيشدني كتيره قوي. اول ما اتخرجت جربت اشتغل فيه، نزلت تحت التمرين في مستشفى كده وما قدرتش، يعني كنت ابو العزايم ولا ايه، نزلت كنت بروح بقى عايزين نروحها كلنا والله. بس عايزه اقول لك بقى ان انا لقيت ان انا بتعلق نفسيا بالكيسز اللي عندك، يعني مع اني كنت تحت التمرين وما كانش مسموح لنا كمان نقرب قوي، يعني كنا بس كده زي اوبزرفرز بنتعلم وبناخد نوتس بس. يعني كنت بروح دايما متضايقه، واكتشفت ان انا ايموشنال وعاطفيه اكتر بكتير. الدراسه بتاعتها شيقه جدا، لكن جدا على ارض الواقع انت ممكن تقابلي مواقف واشخاص وانماط من الشخصيات والنفوس، يعني ربنا يشفي الجميع. وكنت بتعلق عاطفيا بالكيسز اللي بقابلها، يعني باخدها معايا البيت، كنت ومع انها يعني بهمها بحزنها بكل يعني كده على طول، واقعد بقى افكر وهيعمل ايه مثلا. يعني انت سبتي الماس كوم او الاعلام ركزتي اكتر في السايكولوجي؟ لا كنت بشتغل ساعتها، لا كنت ساعتها شغاله في شركه دعايه واعلان اوريدي، بس كان نفسي اكمل في حته علم النفس، يعني كنت شايفه ان انا كنت شاطره فيها. هم مربوطين شويه ببعض، يعني علم النفس يخليكي في اي شغلانه طبعًا. بيفيد طبعا، بالذات في جزئيه الدعايه والاعلان انت بتتكلمي ممكن مزبوط. بيفيد طبعا، انت بتشتغلي على سايكولوجي الريسيفرز بتوع المنتج بالظبط طبعا، مش بس الريسيفرز، الكلاينت اللي انت بتتعامل معاه، السليبرتي او الفنان اللي انت بتتعامل معاه، يعني في هو نفسك على فكره صحيح. يعني بيساعدك اكتر حاجه، حتى عشان الجزء الابداعي يعني طبعا. ساعدني في استيعاب نفسي انا شخصيا، بس قصدي انه في الاخر حاولت اسلك الطريق ده فشلت، يعني لقيت ان انا يعني لان انا عاطفيه اكتر بكتير من انه يسمح لي ان انا اكون شاطره في المجال ده. وزي بقى كمان الكتابه هي اختارتني، يعني هي اللي يعني كنتش تعرفي ان عندك التالنت او الموهبه دي اصلا، لقيتي نفسك فجاه؟ لا انا طول عمري بحب قوي ان انا اكتب، بس حته ان انا اكون شاعره غنائيه لا ما كانتش دي اكتشفتيها بقى، ما كانتش في البلان، دي جت صدفه بحته عشان الاعلانات. ايه تفاصيل الصدفه دي بتعرفينا؟ انا كنت شغاله، انا بحكي القصه دي دايما، انا كنت شغاله في شركه الدعايه والاعلان اللي انا كنت فيها، وكان وقتها لسه الموضة بتاعت الإعلانات أو الترند بيتحول من إن هي تبقى دراما أو سيكونس كوميدي لإن هي تبقى أغاني. وكان معانا صاحبتي في الشغل اسمها يمنى العسيلي، اخت محمود العسيلي، دي كانت شاطره جدا في كتابه الاغاني، فما كانش حد بيجي لي، يعني هو اي اعلان يجي بيخش اليمنى، حتى لو انا عايزه اجرب اكتب بجد انا يعني لسه بفتح الورقه تكون هي خلصت وباعت والله بنسقف. يومنا بقى ايه، اتجوزت وحملت، ده كان حظي بقى فهي صاحبتي قوي، يعني احنا دايما بنهزر في الموضوع ده، بس هي اتجوزت فكانت في ماتيرنال ليف بقى خلاص، فانا ما قدامهمش غيري، فابتدينا بقى نجرب ونشتغل وكده. وطبعا اول كام مره كان في رفض قاسي يعني في الشغل، ومره منهم كانت السبب ان انا اتعرف على حسن الشافعي. كنت رايحه له ساعتها الاستوديو فويس اوفر، ما كنتش رايحه حتى ككاتب، يعني اللي كتبته اترفض، انا كنت رايحه اسجل فويس اوفر. وتعرفنا، ومن خلالها بقى ابتديت اقول له انا نفسي اكتب اغنيه شعبي. قال لي اشمعنى شعبي يعني وكده، بالذات ان انا يعني شكلي وطريقه كلامي وكده فرافيري جدا، فهو كان مش مصدقني يعني. بس انا قلت له انا حاسه انه ممكن، يعني عندي حاجه حاسه ممكن عايزه اجرب، فاداني الفرصه فعلا، وعملنا بقى اول حاجه اللي هي يا دنيا علمينا ما تعلميش علينا مع شيبة. طبعا كانوا الشهبه بقى حلوه عليا بصراحه، هي كانت حلوه جدا، حظي كده الحمد لله ربنا وفقنا يعني فيها.